سبحان الله، سبحان الخالق المبدع. إنها البذور الذكية. اليوم بحول الله رايح نتكلم على الأسباب اللي تجعل النوار تاع الزيتون يتساقط بكثرة. على بالكم عام سنة الزيتون نور بكثرة، وفي أحسن الحالات ما تبقى إلا 5 حتى 10% من الأزهار اللي توصل وتمد النحب تاع الزيتون. أسباب التساقط هذه تتلخص في 5 نقاط. أولا، السقي الغير منتظم. إذا كانت عندك تربة طينية، من الأفضل تجنب السقي أثناء مرحلة الإزهار. إذا كانت عندك أرض رملية فتقدر تسقي كل 15 يوم. ثانيا، نقص المواد المعدنية كما البوتاسيوم الفوسفور ولا البور. وفي الحالة هذه لازم تدير التسميد في الشتاء، ولا تدير التسميد التصحيحي عن طريق الأوراق. ثالثا، ظهور بعض الحشرات في فصل الربيع كيما لاتاني، البسيل والدودة القطنية تأكل النوار. وباش تقضي عليها لازم كي تظهر في البداية ترش بمبيد حشري. رابعا، التلقيح الغير مباشر عند بعض أصناف تاع الزيتون اللي عندها نوارة ذكر ونوارة أنثى، والأزهار اللي ما تلقحش تطيح. خامسا، عامل المناخ اللي عنده آثار سلبية فيزيولوجية.